السلام عليكم شباب. الفيديو ده يا جماعة هنتكلم عن السوردس اللي هي سيوف. بص يا جماعة، السيوف مهمة جدا في الجيم. ليه؟ السيوف بتأثر معاك في كل حاجة، بتأثر معاك في كل حاجة، وبتديك بونص وبتزود لك حاجات كتير. وبص، جميلة جدا جدا، وموجودة يعتبر ببلاش معاك، يعني موجودة ببلاش، وانت تقدر لو حظك حلو هترفع معاك الحاجة بسرعة، لو مش حظك حلو. بس احنا نتكلم عشان في ناس كتير قاعدين يبعتولنا على الواتس والماسنجر، نعمل ايه؟ ده انا مش فاهم اي حاجة. طب نحط ايه؟ طب نعمل ايه؟ انا الفيديو ده هكلمك هتحط ايه وتعمل ايه، وربنا يسهل كده يمكن يكون ايه حاجة كويسة وتظبط معاك. بص يا معلم، اول حاجة السوردات انت بتجيبها منين؟ بتجيبها من هنا، وكل ما تلعب هنا وتزيد، تمام، كل ما تلعب وتزيد كل ما الدنيا معاك تظبط وتجيب معاك نقط والكلام ده. فانت العب الحدث ده، يعني العب المهمات دي، الازر والنوت دي، تمام. تمام، اللي انت هتاخده بقى انا فاهمك واحده واحده. بص، في الاول خالص اول نصيحه، دمك انت عندك 6 سردات في اللعبه، حاول تحط ال6 سردات مع بعض. انت ما تحط ال6 سردات هتاخد ده كله، البونص ده كله، تمام، كله هيفتح معاك، تمام. البونص بيزيد يعني مثلا، شوف انا واخد هنا البونص اعلى حاجه 2400 عشان معايا ليفل 6 اللي هو الازرق اهو، عشان ليفل 6، تمام. مثلا الماسونيك ده، السونيك ده مثلا 4، فانا واخد انرجي 9 بس. طب انا لو حطيته مثلا ليفل 6 هيبقى معايا 15 اللي هو ده اللي هو الاحمر اهو، 4 بس، تمام. فانت كل ما تزيد البلاصات 5 الكلام ده بتاخد اعلى حاجه هم مجهزها لك. يعني مثلا لو انت معاك 5 هتزيد هتبقى 7، طب لو معاك 6 هتبقى 9، وهكذا. مثلا لو معاك ده 4 نجوم، 4 بلس 4 يبقى 9%، لو معاك +5 يبقى 12، +6 15. فطبعا انت عندك هنا بيزيد كتير قوي، كتير قوي. وبرضه انت لو خدت بالك هنا رقم 4 هو بيقول لك ايه السورد ده. بص هنا مكتوب ايه، رقم 2 اللي هو ايه، محطوط رقم 2 هنا اهو، عشان ايه لو انت جيت تدور عليه. طب ده اهو، ده محطوط رقم 6 وهو 4 ليفل 4 بس اهو، تمام. هتيجي تبص رقم 6 هنا، تيجي تبص اهو 6 اهو اهو الجادجمنت، تمام. فانت اول حاجة حط اختار الـ4 الـ2 4 الـ6 مختلفين عشان تفتح ده كله، تمام. تمام، دي اول نصيحة ليه، وده حاجة برضه هوصلها لك. وبرضه حاول تحط النجوم اعلى اللي هو الليفلات اعلى. ليه؟ كل ما تحط نجوم اعلى كل ما الاتاك بتاعك يزيد. يعني بص هنا، انت لو جيت تحسب النجوم دي كلها، البلاصات دي كلها والليفلات ديت، هتبقى تم ليفل 28، تمام. طب انت لو مثلا لو خليت ديت مثلا جادجمنت بدل 4 5 يبقى 29، بعدها على طول 29 هتزود معاك كام؟ 36. فطبعا انت بتتكلم في حاجات عاليه، يعني كل ما بترفع الليفلات كل ما الاتاك بيزيد. واحنا طبعا ما بنتكلمش على الاتاك بس، انت عندك بص كل ده بيزيد معاك، البونص ده كله، كل ده بيزيد معاك في الشخصيات غير ده كله. فانت السوردات يا جماعه مهمه جدا، مهمه جدا جدا. طبعا السوردات دي بعد الكروت على طول. ليه؟ عشان السورد بيأثر على كل حاجه في الجيم، مش مثلا زي الست بي بيأثر في الشخصيه، مش مثلا الايزو بيأثر في الشخصيه، مش زي القطعه بيأثر في شخصيه واحده، انا بتكلم شخصيه واحده، لكن السوردات زي قيمتها زي قيمه الكروت، تمام. احنا دلوقتي عرفنا هنحط كام كارت والكروت شكلها ايه، تمام. طب انت راجل كل ما تيجي تعمل، كل ما تعمل سورد بيجيب معاك رقم قليل قوي، فتقول لي اعمل ايه؟ انا مش عارف استفاد خالص بالسوردات. وقال اعلى حاجه مثلا 3 نجوم جت لي مثلا، وطبعا مش هتزودنا قوي. بص انا بعمل ايه بقى، بص انا باخد السوردات دي، بص انا عندي كام سوردات اهي، بعمل ايه؟ باجي هنا لا رفع، شوف ديت عندي كتير، بقوم عامل ايه؟ انا محتاج مثلا اي سورد من دولت، اي سورد. يعني انا محتاج مثلا جادج دي كويس، 5 مش كويس، دي 5 كويس، 4 4 6، يبقى انا محتاج مثلا جادج مثلا. اقوم جاي هنا، اقوم جاي كابس على اللي هو الفاضي اللي هو النون اهو، واقوم عامل ايه؟ دمج او رفع، واسيبه اشوف ايه النجمه اللي انا محتاجها. بص جابت لي نجمه اللي هو سايسونيك، تمام تمام قوي. اقوم ضغطين تاني، لو جبت لنفس النجمه كويس قوي نديلها واحده كمان،
جادجمنت مفيش مشكله. بص في الوقت ده تدي لها واحده كمان اللي هي تشوف رقم 4 عندك جت كده، رقم 4 عندك يبقى انت مالهاش لازم، انت مفروض يبقى الثلاثه زي بعض مثلا، ثلاثه زي بعض، وبتقوم حافظ البتاع دي اوريك زي مثلا زي الواحد عندي، يعني مثلا دي اتنين زي بعض واتنين عكس بعض، عاوز تقفله او تلغيه خلاص انت كده مش محتاج ده. بص ركز معايا، انت مش محتاج ده عشان الانوان بتاعتك مش كويسه، هتقوم عامل كده هنا اهو هيتلغي منك، هتبتدي تفتح واحد جديد بقى، تعمل واحد جديد او مجان كده. بص انا عملت ده، لو جيت بصيت على ده انا عملت ده جاب معايا ثلاثة من دول، ما بعملش بقى ما بخاطرش بده، بشوف اللون بتاع الهون يعني هو ده اللي هو ده ده اهو، ساعة اما هيبقى معايا كتير منه يعني انا معايا 9، ساعة ما يبقى معايا 10 اقوم فاتح عليه، عشان كده خدت بالك انا سايبه اهو ما بقربش منه حتى انا اقفله لك اهو تمام. لو جالك ثلاثة اقفله لحد ما تجمع الاحجار التانية اللي هي نفس اللون بتاعه واعمله. بص ده نفس النظام معايا الخمسة وقفل مالوش لازم اهو، هتيجي هنا تاني تمام جادج اهو، هنعمل كده انت بتعمل ثلاثة ورا بعض فقط اهو، لقيتهم عكس بعض بص كده الثلاث الوان مختلفين، قوم عامل ايه الغي مالوش لازمه معاك، وترجع ما تكملش السرد للاخر عشان ما تهدرش الموارد اللي معاك اهو، عشان الموارد دي بتخلص اهو. لقيت ايه استيمة ماشي، تيجي تبص تاني سترينس مش مشكله، نعمل الثالثه. يبقى الثالثه بيقول لك الثالثه ثابت سايسون كده، يبقى كده الثلاثه مختلفين دمروا، هترجع بالست دول ما تحسن ما تدهمل تدور حاجه. انت لو لسه جديد وسردتك بايظه لازم تعمل كده، انا عاوزك تجمع اقل حاجه السته اربع نجوم، تيجي تبص استنينا اهي تمام، تبص تاني سايسونيك ماشي، هتيجي تبص تاني استرينس ملوش لازم نعمل كده، يعني الحاجه انا عاوزك تجمع اقل حاجه يبقى بلس اربعه اهو. نشوف اللي بعده سترينس جاب لك اتنين زي بعض، نعمل التالتة لو جاب لك واحدة منهم شكل بعض يبقى كده ملهاش لازم اهو. تاني اهو بص هتبقى كده، يعني انت تقعد مثلا 10 دقايق ربع ساعة على الموبايل وجرب حظك كأنك بتفتح فلتر او بتعمل اي حاجة كده، اتنين مش شكل بعض، التالتة لو عكسهم اطلع منها اهي، تقوم عامل كده برضه مش عايز ازود عليك بقى خلاص، يعني هي كده انت فهمت الفكره. انا مثلا زي ده اهو لقيت الثلاثه شكل بعض، الثلاث الوان شكل بعض بقى محافظه، يبقى انا كده ضمنت سيف ثلاث نجوم زي بعض. اما اجي بقى اقوم عامل كده اقوم مجمع، انا كده محتاج كام؟ لو خدت بالك انا 11، يعني انا محتاج هنا اثنين كمان، هستنى الاثنين دولت واقوم ايه رافعه، مش هرفعه بدي عشان ده يديك عشوائيه، دي بتديك نسبه اعلى، يعني دي بتديك كام؟ 16 و7%، لكن دي لو بصيت فيها 25%، فبتبقى يعني ايه حاجة كويسة احسن من العادية. وصلت معاك؟ جدا انك تعمل كده لحد ما تجيب مثلا سردات اربعة وخمسة براحتك انت، بس انت ان شاء الله لو عملت الحركة ديت هتجمع اربعة كتير. بعد كده يا باشا هتقوم جايبهم حاططهم هنا، حاطط بقى كلهم شكل بعض كده ورا بعض والكلام ده. لو انت مثلا معاك سرد زي ده وعاوز شايف الاعدادات او شايف الخيارات بتاعتك دي مش كويسة، هتقوم عامل تشينج اوبشنز، تقوم ضغط هنا وتقوم عامل تشينج. بس بص حاول على قد ما تقدر تجيب ده اهو، يبقى الهجوم بتاعك او البازيك اتاك بتاعك ضد الالين عشان يفيدك في كل حاجة، شادو زعماء اي حاجة قصاد بعض اي حاجة، الشخصيات كتير قوي الين تمام هيفيد معاك كتير قوي. وطبعا الكولد لو انت محتاج مثلا لو معاك مثلا لونا او معاك اي شخصيه ثانيه ديستراكشن الحاجات دي، بس ديت اهم حاجه فيهم اللي هي الالين دي تمام يا شباب. انت لو خدت بالك هتلاقي في كل حاجه عندي، بص هوري لك برده اهو، هتلاقي كله ايه الين اهو تمام. اللي بعده ديت، بص ديت انا مستفاد منه بايه؟ مقلل الهجوم اللي جاي لي من ادم 10%، ومزود هجوم ضد ولفرين 10%، ومزود ان هيومن. فانا محتاج ده، محتاج دومت، مش محتاج الين هنا. انت لو جيت بصيت اللي بعده هتلاقي الين
برضو مزود الماجيك اللي هو ادم ماجيك اهو. تمام، هتلاقي تبص اللي بعده الالين هو 2.5، الالين واحد، تمام 2.5. انت لو جيت تبص هنا تيم ادم بصيت عليه هنا هتلاقي بص ماجيك اهو. فده حلو قوي قوي قوي، لو انت بتقابل ادم ظبط الاوبشنز ده هيقلل لك الضرر منه، وسيف تاني ممكن ترفعه يرفع لك لو بتلعب زمنيه وكده يعني. ده انا بصراحه ده مظبطني في الحته دي، بيخلي ادم ما بياخدش وان شوت قوي يعني، فاهمني؟ بس هي دي الفكره، حط الست عكس بعض مش متشابهين، وحاول الطريقه اللي قلت لك عليها دي، تحط اربعه كل شويه بشويه كده ترفع النجوم، ما لقيتهاش ظبطت معاك قوم مكسره كده، قوم مكسره. هتبص هتلاقي مره مثلا كل يوم ممكن تعمل لك واحد اربعه او فضيت شويه قوم اعملهم مره بعد كده. وخير يا معلم، ان شاء الله خير. لو في اي حاجه يا جماعه اعرفوني وانا اشوف لكم الدنيا بعد كده. يلا سلام.